ايه يا عم سليم؟ ينفع كده برضه؟ ده انت راجل ابن بلد، مش نحترم المكان واهله؟ ولا الضيوف كده تخش علينا بالعافره؟ دلع السلامي ابيض على الابيض. اتاخرت ليه؟ ده انا كنت مراهن الواد ويش انك تيجي بدري عن كده. منيح انك كنت ناطرني، لانه في حديث بدي احكيه انا وياك. اتفضل يا وحش. انت جيت قبل بمره وفشلت، صح ولا لا؟ ما انا شرحت لك الموقف كتير منيح وقلت لك كيف لازم تكون، بس ما في فايده. شعب جبت حفاره وبدك تحفر. طب كيف هيك؟ زي الناس، اكل عيش. ها اكل عيشك اول مشاكل؟ ما قبل بمره كنت راح تموت، فاكر هذا الشيء ولا شو؟ او دافع الحلم. اصل انا لما بسمع كلمه تهديد قلبي بيرتاح واطمن واحس انها هتمشي في سلام. وبعدين يا اسطى، ما محبه الا بعد عداوه. رجاله مارسيل خلاص هيشتغلوا معانا، وانا لسه جاي من مباحثات سلام ثنائيه. ايه رايك؟ لانه ما في معك تراخيص، مارسيل ورجاله ما فيهم يشتغلوا معك. بعدين لو افترضنا انه نقبت ولقيت شيء، وضعك ما راح يكون قانوني. هذا غير انه العصابات رح يهجموا عليك بأي وقت ويقتلوك. انت شو بدك بهالشغلة كلها؟ مفيش أي حاجة هتحصل من نكش ده. طالما انت هنا تاخد واجبك وتتشال على الراس وتروح للراجل اللي مشغلك تقول له لجهر، قول له كده لجهر عايز يقابلك خمسة وفي مصلحة حلوة سبوبة، وانت ليك الحلاوة. انت بدك تقابل فراس اجرادي شخصيا، ومن بعدها بدك تعطيني لقلي حلاوه؟ النهارده البلاك فرايدي يمسك في العرض بدل ما يروح منك يا غشيم. الواضح انه في عندك معلومه مهمه، فانا بنصحك انك تبيعها وتخلع. لا يا حبيبي، المعلومات دي يبيعها سمسار وياخد عرق ويمشي، لكن مصطفى الاجهر لا. وانا ما احبش في حياتي حاجتين، التهديد والملوخيه الناشفه. انا راح اعتبر اني ما سمعت اي كلمه من اللي قلتهم، لانه في راس ما بيقابل حدا. معك 48 ساعه حتى تطلع على بلدك تمشي على اجريك. وصناديق الخشب هون منهم مريحين لنقل الموتى على بلادهم. بيتهيألي الدفن هنا احسن، على الاقل يتعمل لي مقام.